جيت اليوم متزين؟ لا لا عندنا اسبوع. عندكم اسبوع؟ اسبوع. كيفاش تشوف ماتش اليوم؟ ان شاء الله نربحوا احنا ان شاء الله. ان شاء الله. وصغرون يتبع الحب المولوديه زيد؟ كاع يحبوا الاولاد كاع العائله كاع مولوديه. جيت بذمة الماتش ولا كيفاش؟ جيت عطله والماتش. اعطيني سكور؟ سكور 2-0 المولوديه. المستيه صعبه شويه. المولوديه سهله. الحمد لله احنا اوطونك توانسه تزيرين خوا خذينا تو عندنا 3-4 سنين نلعبوا في نيفو اخر وان شاء الله نكملوا وان شاء الله نختموا بالكاليفيكاسيون البارتي هذه وفي الريتور ان شاء الله نربحوا بالكاليفيكاسيون مع الجزائر. شنو اللي شاتي الفريق اليوم؟ والله يعني احنا لعبنا تقريبا دو ماتش هما زاد لعبوا دو ماتش تصور اللي يكون مركز اكثر وان شاء الله انتصار يكون حليفنا. اهم حاجه ما تقبلش ان شاء الله. ان شاء الله قلت ربي لي عندنا ديفونس باي وان شاء الله نمركيو حتى الزبونت ونمشيو بريحيه لمقابله اياب ان شاء الله. كيفاش تشوفوا المباراه اليوم؟ السلام عليكم. راكي تشوفي تنقل انصار مولوديه العاصمه الى 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 تونس رادس ان شاء الله تكون مباراه لصالح فرقة مولوديه العاصمه ان شاء الله بزوج ان شاء الله زوج نربحوا. شوفوا التنقل صعيب ولا؟ والله غير على واش عندنا ليفيكتيف ان شاء الله فيها خير فيها خير واحد زوج واحد ان شاء الله زوج واحد. الاتحاد المستيري مش ساهل. ما احنا ماشي ساهلين مولات العاصمة كي تعرفيه ودينا العام اللي فدينا شامبيونا وديمي فينال لحقنا لا فينال كوب دالجيري فيها خير فيها خير ان شاء الله. تنقل لتونس ديما الجماهير الجزائريه تتنقل بعدد كبيره ديما 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 كبيرة ديما 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 يجيو ديما ديما هكا ديما بزاف يجيو شنو تعتقد نتيجة؟ شناوة حنايا شناوة تسمى بارتيو في الجزائر في الجزائر كاع في كل دار تصيبي مولودية اللي اسمها بصح مولودية كثرة مولودية بزاف أغلبية الجزائر بكل يتبعوا المولودية. قداش سكور بعتقد؟ بربي إن شاء الله مربوحة 2-1. هما مش ساهلة يا بربي إن شاء الله مربوحة. مسير في رادس و هذا سيرتو مسير تعدي في سنوات باهية السنة كان والو ما تخلعناش بربي ان شاء الله مربوحه. اوكي مباراه اليوم تسمى مصيريه قبل ما ندخلوا دور المجموعات. المستير باش تلعب تعمل مجهودها وتعمل مستحيل باش ترشح والمولوديه كذلك. المستير فريق عريق وكبير والمولوديه ثاني وان شاء الله تكون المولوديه مربوحه. ماتش المستير ماتش مهم اليوم فرصه لترشح لدور المجموعات. ماتش مهم وبقدره ربي الجمهور جاي من المستير ولعبنا في رادس استاد بعيد وبقدره ربي باش نربحوا باش ننوروا تونس. اهم حاجه ما تقبلش الاتحاد. بالطبيعه احنا اليوم جايين باش نربحوا حاجتنا بالربح وان شاء الله 2 بلاش ان شاء الله. مربوحه ان شاء الله. عايشك ان شاء الله. ماتش اليوم كيف تشوف؟ ان شاء الله باش نقول لك ان شاء الله يخرجوا ماتش شباب. او ميور كيغان واش نقول لك انا ديجا جينا لتونس توانسه صافي بليزير رحبوا بينا واش نقول لك ان شاء الله فيكتوار مولوديه ان شاء الله. واش نقول تنقل صعب اليوم؟ تنقل صعب شويه نورمال مي الحمد لله نورمال الانسان كما يقول لك الحق بخير وعلى خير هذاك هو الصح. كيفاش كانت الدخله صديقي؟ دخله مليحه ما تعطلناش قاعد دخله مليحه وان شاء الله مربوحه. الرحله كيفاش متزايل هنا؟ تعبه شويه 18 ساعه طريق جات مليح. مرحبا مرحبا يا شحوي لباسه؟ الحمد لله. تونسي تحب المولديه؟ اي. كيفاش جيت هذه؟ هذا يا صاحبي مولديه في الدم والترجي في الدم الزوز مع بعض. انت تونسي ولا تزيري؟ تونسي وتزيري. شكون تكون البو تونسي ولا ام تونسي؟ اه شكون انت تأمت؟ تزيري والبو تونسي. من وقتاش تحب المولديه؟ والله من اليوم. من اليوم اي من اليوم. علاش جيت وحدك الماتش؟ اي جيت وحدي. المولديه والترجي دوله المعادله هذه كيفاش؟ والله زوج كيف المولديه تعجبني على الاخر والترجي معناها الترجي العاصمه ومولديه القاره فهمت؟ شكون تحب يربح اليوم المولديه ولا الاتحاد؟ المولديه بالطبيعه. الاتحاد مستيري تونسي. ايه سكور كيفاش تشوف؟ 3 شاي المولديه. باهي قول لي شكون جايبك لهنا؟ جيت وحدي. جيت وحدك؟ تسكن قريب؟ اي لنا في راد. ما لازمك حد باش تحب المولديه معناها؟ لازمك حد. اوكي واحد. ان شاء الله يا ربي نربحوا ونجيبوا نقتلعوا ورقه الترشح ان شاء الله من الجزائر وان شاء الله الترشح يكون من نصيبنا ان شاء الله. مستير يا دوله.
شوفي الاكبر كما يقول لك الكبير ربي سبحانه بصح مولوديه توجور الفوق. مولوديه سي تان كلوب ان نورمال راكي شتي البيبليك الناس منين شقات دوكا مازالهم يلحقوا راهم داخلين دوكا هذا الناس هذا وين نايت غاري جينا من الخروب من الخروب قسنطينه قعدت شقاتو قعدنا سبع سوايع سبع كيفاش قيتوا ولا جوا في تونس عملتوا طلة في بالي شرح ببورقيبه وعملت شويه جوا عملنا جو باهي جونا احلى جونا احلى كيف بلادكم انتم كان تونس خاوة تحسوا روحكم غربة معناها عادي خاوة المستير اليوم شو تعمل؟ المستير اليوم ان شاء الله باش نترشحوا وان شاء الله نعملوا ماتش باهي وان شاء الله في الرتور زاد نفرحوا المستدرية كل جوارات يفرحونا ونروحوا فرحانين من الجزائر ومن نروحوا المستير فرحانين ان شاء الله. فما دخل اليوم؟ الدخل والله ما نعرف كيف تشوف في روحك الجماهير هذه كافيه للتشجيع اليوم حظت بعدد غفيره والله يعني نقول الجمهور اللي ما جاش اليوم راهو خائن لبلاده واللي جاوا اليوم بعد الظروف اي ما فما كلي ما نجموش كلي نجموا ما يجيوش هذوكم كلهم كانهم خانوا لبلادهم اليوم وان شاء الله مربوحه وكاو مش ديما الاتحاد مسيري تلعب ماتشات مسيريه كيف ما اليوم ان شاء الله نجيبوا ربح من 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 تونس وان شاء الله نطلعوا للجزائر نعملوا الترشح ونسلكوها ان شاء الله اهم حاجه اليوم المسير ما تقبلش بالطبيعه لازم نقبلوا اهداف باش غادي نلعبوا مرتاحين انت ان شاء الله اثنين بلاش اليوم عندكم جو باهي واليوم ان شاء الله مربوحه عسلامه هلا احنا مولدية احنا مولدية ماشي ياسما قول احنا مولدية ماشي حب المولدية من الصغر قول احنا مولدية ماشي ياسما قولها يوسف قولها يقولها ماتش المولدية اليوم اتحاد كيف تشوف مربوحه ان شاء الله والمير كي كان وبين لا فيكتوار ان شاء الله المولدية مباراة مهمة قبل المرور لدور المجموعات نعم ان شاء الله تكون من نصيب المولودية الماتش كيف تشوف اليوم نربحوا باذن الله تربحوا نربحوا بيان سور مش سهل الماتش الاتحاد المسيري فريق تونسي المرتبة الثانية عم ناول وقبلها يعمل فيك باركور سمحة المهم احنا مولودية الجزائر دينا البطولة وافضل فريق في الجزائر عندنا ثقة في الفريق تاعنا ولا كل حال على بالنا بلي الماتش ماشي ساهل بصح شنو اللي اليوم اللي شي يعمل الفارق اليوم كي نحكيو على نقاط الفريق كم لاعبية شكون ينجم يعمل البليس اليوم نظن نيجي اليوم يعمل الفارق ما عندنا وسط ميدان ثاني ماشي ساهل زد انتدابات اللي جبناهم بوراس ودراوي مع زقران وبن خماسة اظن انه باذن الله مربوح حب كبير للمولديه تنقل من الجزائر لهنا الحمد لله دوين لحقنا من فرنسا جيت من فرنسا اول مره تتنقل تونس ملعب رادس لا جيت في 2012 شنو وقتها لعبنا كونتر نادي افريقي اليوم كونتر الاتحاد المنسيري والاتحاد المنسيري في سنوات الاتحاد المنسيري في سنوات الاخرانيه قاعد يعمل في باركور سمحه قدم في مستوى متميز كيف تشوف الماتش اليوم مباراه صعبه سي نورمال ماتش واعر وكما يقول لك نيويورك لا القوية فوز هذه هي فما دخل اليوم قدم فما دخل استاذ غير الجماهير نحكيو على شماريخ وعلى التي فوق جماهير ما لها بالناش شماريخ ما لها بالناش بصح غاشي اليوم ما الله راك تشوف في هذا باركينغ كاع مولوديا جينا ماتش اليوم كيفاش والله ان شاء الله نربحوا ان شاء الله على ربي جمهور لاباس موجود مع الجماهير يدز مع الجماهير وان شاء الله يقدموا مردود باهي ان شاء الله الجوارات تلعب على المريول وبقدره ربي مستريه راحوا ثانيين ان شاء الله مستير في السنوات الاخرانيه تستحق اليوم انها تعمل باركور مزيان وتترشح دور المجموعات تستحق مستير وحطت اسم باهي في البطوله التونسيه وان شاء الله من احسن لاحسن وعندنا ايكيب باهي وعندنا جروب باهي ان شاء الله ان شاء الله مربوح ان شاء الله بحول الله تجربه مش اول مره مع جمعيه كبيره جمعيتنا عندنا فيها ثقه الاولاد عندهم ثقه الهيئه الكل عندنا فيها ثقه ان شاء الله بحول الله ما تكون كان ان شاء الله كبيره ان شاء الله مستير تمر بفتره متفرده نوعا ما عندها سنوات خدمه ما جاش بصدفه انها تترشح كل مره في المرتبه الثانيه في البطوله وتكون اليوم عندها حشونس انها تترشح لدور المجموعات مره بيت الابطال إذا على قاعدة قاعدة كما قلت أنت معناها تكمل كلامك راهو خدمة ماهيش جات من فراغ معناها كله عمل بروفيسيونيل من القاعدة من الجماهير من الهيئة من الإدارة
وهذا نتيجة اللي وصلت لياسين، وإن شاء الله بيحاول له بيحاول له ما فما كان الخير في المستقبل. إن شاء الله بيحاول له. أنا بحاول الناس ما نكون مقتنع على بدوزير ما أكثر. حتى السرسور مش خايبة في يعني بتلبطل غادي تتوحي لحد رزلتها بيه مش خايبة. أكيد أكيد ديما نطحو ما تقبل ديما نطحو ما خير، وأحسن حاجة ما نقبلوش بالحق. هذه نستغلوا فرصة ما احنا في الترع متاعنا وبقدر جمهورنا، وإن شاء الله زينا إن شاء الله. كيفاش تشوف الماتش اليوم؟ شوف الماتش اليوم مربوحه ان شاء الله نربحوا. لي نزيدوا يجونا لي نزيدوا نضربوهم في الروتو ان شاء الله بثلاثه ونتكاليفيو بروشان ان شاء الله نديروا نتيجه هذا العام. ماتش صعيب اليوم، اتحاد مستيري راه مش في قتال في السنوات الاخرى تقدم في باركور سمع ما دار استقدامات شابين انه تقدم في المستوى ديالو. بصح حنا هذا العام والله جبنا انتدابات شابين وجبنا دي طري بون جوار. هذا العام فيها خير ان شاء الله. المتحديه من نقاط قوتها الجماهير المحليه تتنقل معها حتى خارج الجزائر. شوفي 20000 70000 وين معها نروحوا؟ وين تروح معها نروحوا اختي؟ راه هنا تمشي هنا اختي. قداش عندكم جيتوا؟ هذا وين؟ تو وصلتوا تو 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 وصلنا للجزائر تو تعبين شويه؟ تو شويه بصح على الجال ما نتعبوش. روحوا كي تعرفي على الجال الخضرا كيفاش؟ ما نتعبوش ما تتعبوش. كيفاش تشوف الماتش؟ ما شاء الله مربوح علينا ان شاء الله ونقولوا بثلاث نقاط ان شاء الله. ديما في ملعب رادس عنده نكهه كوميم بغض كيك سوال. اول مره تدخل ملعب يعطيك الصحه. الملعب رادس مدير المولديه في الجزائر ديما تعمل السبيكتاكل متميز في الملعب. فما داخله اليوم؟ نعم فما داخله اليوم هم زيروها كي تشوفي اللي في جالسه ما كاش خاتم ما كاش جا الله يجيب مش صح كده ديما الجماهير كلها كيكره مفاجاه في الجزائر ولا تمشي ديما نفس الفزع مفاجات مش خلوك على شعلوه ان شاء الله نحرقوه اليوم ان شاء الله تماريخ بتبيع مش حاجه خلص. لا بينسر في ميزال واسمه ماشي حاجه سكور ان شاء الله 3-0 3-0 ايه